والآن أكيد رح ننتقل إلى مطرب ثاني، ألا وهو مطرب وملحن ينتمي إلى أسرة فنية عريقة عمل بالفرقة السلطانية الموسيقية، وأيضا شارك بالعديد من المهرجانات وحاز على جوائز كثيرة، ألا وهو فناننا ماجد المرزوقي. مساك الله بالخير والسعادة فنانة ومطربنا ماجد المرزوقي، نقول كل تحية وترحيب لك من خلال هذه الأمسية الأولى وملتقى العود العربي. مساء النور، وسعيد جدا بتواجدي في هذه الأمسية، وأكثر شرفا باحتضان هذا الملتقى من قبل جهة تعنى بالفنان وهي اللي كانت البوابة الانطلاق لنا، وزارة الإعلام الموقرة. وأتمنى إن شاء الله أن نقدم يعني ما يسعد المشاهدين والحاضرين، ونترك أثر جيد بإذن الكريم في عالم العود والموسيقى بشكل عام بإذن الله تعالى. وإحنا على يقين وتأكيد من هذا التأثير الإيجابي بسلطنة الآذان والقلوب إن شاء الله لما تستمع من خلال سهرتنا وهذا الملتقى لأصواتكم ودندنة العود. ذكرت أخوي ماجد بأن وزارة الإعلام هي البوابة لانطلاقتكم كفنانين، بس نحن اليوم في حضور العود، يعتبر العود هو بوابة الطرب الشرقي والعربي بشكل خاص. هذه البوابة مفاتيحها يمكن أخذها وفتحها الرواد الجيل القديم، بس انتوا الان يعني على عاتقكم مسؤولية التواصل، الاستمرارية، اشتعال هذا اللهب الجميل المنير لطريق العود العربي، العود الشرقي. فانتم كجيل شاب كيف تجدون هذه المسؤولية من خلال هذا الملتقى، ملتقى العود العربي، لان يليق بمستوى سلطنة عمان من خلال فنانيه ومطربيه؟ طبعا ما في شك، كل ما تفضلتي فيه اكيد، واحنا طبعا ايضا حريصين على ان يعني نظهر كفنانين وكأبناء لهذه البلد العريقة بشكل لائق وبشكل يتناسب والطموحات اللي تبذلها الدولة طبعا في هذا الجانب. الأمر الآخر أيضا، احنا الحمد لله كفنانين في السلطنة يعني نمتلك شيء من الخبرة الأكاديمية او الخبرة الميدانية نوعا ما في مجال الموسيقى بشكل عام، وبعض الفنانين طبعا في تخصصات لآلات موسيقية معينة، وكل يسعى في اتجاه في الأخير يعني هو في السلم الموسيقي مثل ما يقال يعني. أتمنى يعني أن نقدم دائما يعني الأفضل بالنسبة للموسيقى بشكل عام، وبالنسبة للتراث العماني بشكل خاص كل ما هو جيد وكل ما هو ممتاز، وإن شاء الله يعني نكون مستمرين في هذا الجانب يعني كعازفين وكمطربين.